شهد عام 2018 عدداً من الخطوات الخطيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً للإعلان عن خطته لسلام الشرق الأوسط. فقد بدأ ترامب باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل في ديسمبر 2017 قبل أن ينقل رسمياً وعملياً سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس في مايو 2018. من هي الأطراف المشاركة في الصفقة؟ مصر، السعودية، الأردن، الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد كشفت الصحافة العبرية عن أبرز بنود الصفقة والتي تتمثل في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شعفاط وتكون بلا جيش أو سيادة. تؤسس الدولة الفلسطينية على مساحة 70% من الضفة الغربية، وتقترح الخطة إقامة نفق بين غزة والضفة. تطالب الصفقة السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة ونزع سلاح المقاومة. ستبقى القدس تحت سيادة الاحتلال مع إدارة مشتركة للأماكن المقدسة، وهناك 50 مليار دولار سيقدمها العرب لإنجاح الخطة. وصلنا 2020، لوين وصلت الخطة؟ نتنياهو وجانتس يطيران إلى واشنطن في 26 يناير 2020 تمهيدا للإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن. في المقابل جددت السلطة الفلسطينية رفضها للخطة، ودعت القيادة لاجتماع عاجل تزامنا مع إعلان ترامب لخطته التصفوية. إن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. أما حماس فقد دعت لاجتماع عاجل مع قادة الفصائل في القاهرة، كما ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة وشجاعة وإعلان النفير العام وتصعيد الفعل الوطني والشعبي المقاوم في كل فلسطين. القوى الوطنية والإسلامية رحبت بدعوى حماس وأعلنت عن انطلاق مسيرة غضب لمواجهة تمرير الصفقة. أصحاب الأرض اسمع يا أصحاب الأرض، إحنا أصحاب الأرض اسمع يا أصحاب الأرض.